وقيل جاء. السلام عليكم، معلش انا اسف النت عندي فصل خالص، فانا دخلت من النت بتاع الموبايل اللي هو الموبايل اللي هو سبوز ده. تمام، طيب نكمل ان شاء الله. انفورميشن موديلنج دي حاجه مهمه جدا، ان انا احط كل اضع كل المعلومات الخاصه بالمشروع في قلب الموديل، يعني كل عنصر بشوف المعلومات الخاصه بيه وابدا احطها في ليفل اوف ديفينيشن اللي هي ال ال او دي، او لود اصبح ال او دي الليفل اوف ديفلوبمنت التطور، او الموديل بيتطور فبنبدا نشوف التفاصيل اللي موجوده في الموديل. ممكن في اول المشروع ما يكونش عندي تصميم كفايه او معلومات كفايه، فبتبقى المعلومات بسيطه. بعد كده بنطور الموديل سير، ونحط. نعم معلش استاذ، ممكن اتفضل. تعطينا في الليفل اوف ديفينيشن، صافي تعطينا مثال، لا لا مش هتفضل. تعطينا مثال هكا، رسم هكا باش نعرفه. ايوه ما شوف. ايوه انت هنتكلم تاني عن ليفل اوف ديفلوبمنت صح؟ ليفل اوف ديفينيشن، انا خاصني يعني pictures. اللي هو الليفل اوف ديفلوبمنت مظبوط؟ طيب الليفل اوف ديفلوبمنت اللي هو، تعالى نبص على الصوره دي، ليفل اوف ديفلوبمنت انا في اول المشروع ما عنديش تفاصيل، ما عنديش معلومات، فممكن ارسم مجرد شكل كده وبدون اي تفاصيل. بعد شويه لما بطور الشغل ببدا احط تفاصيل معينه. ممكن دي مثلا مكنه، انا هضع مكنه هنا، بكتب انا هضع مكنه هنا بدون تفاصيل، ما اعرفش نوع المكنه وتفاصيل ولا حاجه خالص. بعد فتره ببدا احط الحاجه بتاعتها، بعد فتره استقريت على اسم الشركه اللي هتبعت لي الحاجه، بنزل الفاميلي بالمقاسات مظبوطه، بالكتله كل بالوزن بتاعها بالارتفاع بكل حاجه، فببدا احط التفاصيل مظبوطه. هنا في اول مشروع انا لسه اصلا ما عملتش حسابات اعرف منها الحجم بتاعها، فمجرد بس حاطط كده ايه شكل وخلاص. اللود 100. اللي هو دي مجرد بس فكره. فكرة. تمام، بعد كده بنبدا نطور. واللود 500 معناها بص، خلينا اوضح نقطه خالص. هو ما فيش حاجه اسمها ال او دي 500 اللي هي هتلاقيها كتير جدا على النت. تمام، يعني هتلاقي كتب كتيره وشرح كتير وحاجات كتير جدا بيكتب ال او دي 500، لكن في الواقع ما فيش ال او دي 500. ده مصطلح اثناء الشغل بس، في اثناء الكلام العلمي او كلام او هنعمل عقد او حاجه زي كده ما فيش حاجه اسمها ال او دي 500. هو في ال او دي 100، ده في الكونسيبت الفكره، انا هعمل مستشفى من 5 ادوار. تمام، وهحط اعمده، مقاس العمود كام، نو انفورميشن، لسه ما عملش حسابات عشان اعرف المقاس بتاع العمود قد ايه، سايز اوف كولوم. لما يتوافق عليه نبدا نخش في المرحله الثانيه اللي له 200، بيبقى فيه بعض التفاصيل اللي موجوده في السايز بقى موجود، الحاجات دي كلها. ما ينفعش في له 200 اقول له انا مش عارف السايز، لا انا عملت الحسابات وعارف السايز. في ال 300 بدأنا ندخل معلومات، في ال 350 المعلومات الخاصة بالموقع نفسه اشتغل ازاي، في ال 400 خلاص ما ينفعش معلومة الموقع يحتاجها مش موجودة في ال 400. يعني الحلق بتاع الباب ذا دور كيف سيوضع في الحائط، ففي تثبيت مثلا هيتحط ازاي. تمام، ال 500 ما فيش حاجة اسمها ال 500، بس هو مصطلح يطلق على الاسبلت اللي هو بعد ما المبنى اتعمل وشفنا التعديلات اللي حصلت في الموقع، فده الحاجه الاكشوال اللي اتنفذت في الموقع. لكن في الواقع ما فيش المصطلح ده، مش هتلاقيه في الكتب، مش هتلاقيه في الكتب اللي هي الاكاديميه او الابحاث العلميه او الحاجات دي كلها. والدليل اهو، تمام، ده مثلا الكود اللي هو الليفل اوف ديفلوبمنت اللي هو بيم فورم، وده موجود في كل الاكواد، سواء الكود السنغافوري او الكود الامريكي او البريطاني او المصري. بدل ما يقعد يتكلم كتير في الليلو دي، لا قال لاخواننا اللي عايز حاجه يروح للكتاب ده. الكتاب ده من الغلاف اهو 100 200 300 350 400،
وجوه الكتاب ما فيش اي كلمه عن 500 ولا 600، عشان في ناس بتقول 600، ما فيش 600 ولا في 500، مش بصفه علميه او مش بصفه رسميه، هو مصطلح بينا كده ايه انتشر. ده مثلا اهو، ده هنا مثلا بنحط عمود بس ما عندناش تفصيل، في الليلو 200 لا احنا هنعمل عمود حديد بالشكل دوت، في 300 بدانا نديله تفصيل، 350 هيتثبت ازاي، في 400 ادق التفاصيل، ما ينفعش تقول هبقى احط تفصيل تاني، كل تفصيل تكون موجوده بالشكل دوت. تمام، دي فكره الليفل اوف ديفلوبمنت او ليفل اوف ديفينيشن. هي ليفل اوف ديفلوبمنت ده المصطلح الاخير اللي الناس استقرت عليه. تمام، طيب بالله عندنا مثلا حاجات مثلا زي البروجكت امبلمنتيشن بلان، بنعمل اجتماع ونبدا نتفق هندخل البيم ازاي في المشروع، او البيم هيبدا مع مين ومين اللي هيبقى مسؤول عنه والتفاصيل دي كلها. عندي حاجه اسمها مثلا السبلاير، الموردين اللي هم هيبعتوا لنا، اللي هيعملوا لنا شغل ويبعتوا لنا الحاجات دي، جزء من السبلاي تشين اللي هي سلاسل الامداد، الحاجات هتيجي امتى، الفوليوم دي المساحه بتاعت المكان، الثيرد بارتي لو في شخص اخر هيعمل لنا شغل فانا بعمل له اسيسمنت، اتاكد من مهاراته واتاكد ان هو يقدر يعمل الشغل، مع اساس ما يبقاش العامل الوحيد للاختيار هو الفلوس، ان هو قدم اقل سعر فهيعمل شغل وحش، لا في ممكن اساله المشروع دوت هل انت ليك خبره في حاجه قريبه منه، يعني هو عندي مشروع مستشفى، هل انت عملت مستشفيات قبل كده؟ اذكر لي ثلاث مستشفيات 3 هوسبيتال يو ميك بيفور. تمام؟ اه هنا بقى بيتكلم على البنشن بلان، ده بيبقى هنلاقيه في البي اس 1292 الجزء الثاني، وده هيبقى جزء بقى من الحاجات اللي هتطلب من المالك بحيث ان هو نعمل حاجه زي كده. طيب دي مثلا خريطه برضو، البنشن بلان عشان يتعمل لازم يبقى عندي تواريخ الحاجات اللي انا هستفاد منها، التسليمات، ماستر انفورميشن ديليفري بلان، انا مش بشتغل لوحدي، تحتي كذا سبلاير، فكل سبلاير فيهم بيديني التواريخ بتاعته، وببدا اعمل تاسك تيم انفورميشن ديليفري بلان، وبعمل جدول بالناس اللي هتشتغل، كل المعلومات دي بحطها في البنشن بلان. دي الورقه اللي احنا شفناها، اللي هي اول حاجه نبدا بيها اللي هو الاي اي ار، بعد كده بنعمل بيمكشن بلان، وبعد كده البيمكشن بلان بيستفاد بالام اي دي بي، ماستر انفورميشن ديليفري بلان، تواريخ التسليم اللي انا بستعين بالسبلاير عشان احطها، وبعد كده طول فتره حياه المشروع بروجكت انفورميشن موديل، بنبدا نطور فيه الموديل. لما اخلص الموديل بيبقى عندي حاجه اسمها اسيت انفورميشن موديل، اللي هو الموديل اللي هيستخدمه المشغل بتاع المبنى. طيب في نقطه هنا لو ركزنا كده هنلاقي حاجه اسمها اوبكس ستارت، معنى ايه؟ المبنى اتبنى خلاص، واتبنى من غير بيم، المبنى اتبنى من غير بيم، وحصل له هاند اوفر، يعني المقاول سلمه للناس اللي هتشغله، وبعد كده قال لك لا ده انا عايز موديل، محتاج موديل على اساس موضوع الفاسيلتي مانجمنت، فممكن الملك يجي لك في المرحله دي يقول لك خلاص المبنى اتبنى، بس انا محتاج حد يبقى موجود معايا ويبقى شايف يعمل لي موديل للبيم. تمام؟ كل الكلام دوت بيشرح الكلام اللي احنا قلناه والصوره اللي موجوده ديت، وهو هيبدا يجيب الصوره تاني بشكل ادق. تمام؟ فبيقول لي اول حاجه هتعملها هتقعد مع المالك وتعرف منه الاي اي ار. تمام؟ وبعد كده تعمل العقد، وبالعقد ده هتكون معاك الام اي دي بي تحطها، وهنبدا نمشي طول حياه المشروع، ولما تسلم المشروع لازم تسلم لي جرافيكال موديل اللي هو المبنى 3 دي، ونون جرافيكال داتا المعلومات والدوكيومنتيشن لو في اي ورق، في اي وثائق تبقى موجوده، كل دول لازم تسلمهم لي عشان اديك الفلوس بتاعتك كمصمم وكمقاول، لازم تديني الجرافيكال موديل ونون جرافيكال داتا والدوكيومنتيشن. نون جرافيكال داتا يعني المعلومات اللي هتبقى موجوده في قلب الموديل. استاذ ايوه هذه في حاله ان هذا المشروع انجز بدون بيم، تمام، واراد المالك المشروع ان ينجز البيم، تمام، يتصل بالمهندس، يتصل بالديزاينر،
يتصل بالمكتب دراسات. هو يتصل ب... هو بقى المكتب، هتصل بمكتب البيم، مكتب البيم هيقول مكتب له البيم. مكتب البيم انا محتاج مكتب استاذ معناها اللي عمل له المستشفى، ولا يتصل بمكتب اخر؟ ما لو المكتب نفسه عنده بيم خلاص ممكن اتفق معاه ان هو يعمل لي الشغل بيم، لو ما عندوش هروح لحد بتاع بيم هقول له حاجه من الاثنين، يا اما تاخد الوثائق لو انا عندي لوح اوتوكاد تحول لي الكاد ده لبيم، او لو انا ما عنديش اللوح مستشفى قديم وما عنديش اللوح بتاعته اوتوكاد، تعالى اعمل ليزر سكان، جهاز صغير ببدا احطه في الغرفه بيطلق موجات تصطدم بالحيطه وترجع فيعرف مكان كل نقطه فين. بس لكن في هذا العمل يعني يكلف فلوس كثيره. مكلف جدا، الايجار في اليوم الواحد بمبلغ غالي جدا، في اليوم الواحد بفلوس كثيره جدا. اما اذا كان عنده دوكيومنتيشن، لو عنده دوكيومنتيشن اوتوكاد خلاص هبدا اخدها واشتغل عليها، وبعد كده بمشي بجيب مساح او شخص بيبدا يقيس ويتاكد ان الكلام ده سليم، هو ده اللي موجود في الوثائق ولا لا. هنا يعني اذا اراد ان يتاكد بان هذا المستشفى يعني مبني على حسب التصاميم والوثائق المقدمه، هو لابد ان يعيد التاكد، يعني يعاود يتاكد من المستشفى انه يعني انجزه. يعني ربما تكون هناك يعني خلطه، يعني ربما يكون الوثائق يعني الديزاين اللي كان في الوثائق ماهوش هو اللي انجزه هنا. مظبوط مظبوط مظبوط، بيحصل كتير بالذات لو شغله اوتوكاد، ساعات اللي بينفذ او المهندس الموقع بيكتشف مشاكل اثناء التنفيذ فبيضطر يعدل، اكتشف ان في كلاش معين فاضطر ان هو يعمل تعديل، اضطر ان هو يعمل موف للدور او يعمل له الاين او يعمل اي تعديل، فلازم التعديل ده ينعكس على الموديل اللي موجود معانا. طيب ده النقاط، في كل مرحله بيبقى في نقطه بيقف عندها تمام، ويتاكد ان الشغل سليم وبيسلم الشغل ويستلم الفلوس والحاجات دي كلها. تمام، ده هنا عامل يعني فوكس على نقطه السبلايرز، ان انا باخد منهم المعلومات عشان اعرف احط في البرمشن بلان المعلومات مظبوطه. هنا السبلاي تشين اللي هم الموردين، وبعد كده هنا المالك، هو ده هنا بنشوف ايه الخطوات اللي هنعملها هنا وايه الخطوات اللي هنعملها هنا. هنا بنبدا ناخد بس المعلومات، تسليمات، مراحل التسليمات وحاجات زي كده. هنا انفورميشن اكسشينج في كل اكتيفيتي، كل شخص بيبقى عليه بعض المعلومات، بنبدا نشوف كل مرحله كل واحد فيهم هيعمل ايه. الانفورميشن مانجمنت ده هيتاكد ان المعلومات موجوده مظبوطه في الكوماند داتا انفايرمنت. غالبا في الشركات المتوسطه الحجم واحد بس هو اللي بيعمل الحاجات دي كلها، يعني المفروض بقى في الشركه لما تكون كبيره بيبقى في واحد مسؤول عن الديزاين، واحد مسؤول عن التاسك تيم مانجر يدي المهام للناس، تاسك انفورميشن مانجر، انترفيس مانجر مسؤول ان هو يعمل كوردينيشن بين الفريق وبين الاونر ويقعد معاهم وحاجات زي كده. طيب هنا بقى دي حاجه من الحاجات المهمه اللي هي خاصه بموضوع ان الكوردينيتور مش بيبقى في اخر مشروع، لا في اول مشروع، بيقول مثلا انا عندي ممر هنا مثلا، ده الجزء بتاع التكييف، ده هيبقى الجزء بتاع كذا، ده الجزء بتاع كذا، ده الجزء بتاع الدرينج، ده الجزء بتاع الووتر، ده الجزء بتاع الكوميونيكيشن، الحاجات الخاصه باتصالات كهرباء وهكذا. بيبدا ينسق المشروع قبل ما يبدا شغل ويقول لكل واحد ايه الجزء اللي هو اشتغل فيه. ده بالنسبه للفوليوم. هنا بقى بالفوليوم وذ بيلدينج كوردينيشن بيحدد بقى كل الحاجات هتمشي ازاي، وبحيث ان هو لما اخر مشروع ما يلاقيش كلاشات كتيره، لا الكلاشات تبقى قليله لان احنا منظمين الشغل من اول المشروع. ده الكوماند داتا انفايرمنت اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه، نتكلم عنها تاني. عندي هنا بنبدا بان احنا نعرف المطالبات بتاعت المالك،
وبعد كده ندخل في دي الفولدرات اللي عندي في الشركه او نظام الشغل في الشركه. عندي ورك ان بروجريس، تمام، ورك ان بروجريس، بنحط الحاجات اللي انا بنشتغل عليها، ما بنشتغلش حاجه غير هنا. والشغل دوت في شخص مسؤول ان هو ياخد كوبي منه ويحطها في الشير، ومسؤول ان هو ياخد كوبي من الشير بعد فتره ويحطها في الببلش، وكل فتره بياخد نسخه اركايف او ارشيف بحيث ان هو يبقى عندنا هيستوري للمشروع. طيب لو انا عندي ناس تانيه شغاله بره المشروع ببعت لهم، وهو بياخد الحاجات دي ويبدا يشتغل عليها ويبعتها لي. لما بيبعت لي حاجه لحاجه جايه لي من بره المشروع ما بحطهاش في الورك ان بروجرس، بحطها في الشيفت. امتى احطها في الورك ان بروجرس؟ لو انا اللي هشتغل او انا اللي هعمل الشغل دوت. انما ما دام جاي لي من بره، انا شركه كل شغل في المعماري وجاي لي شغل من الانشائي، فشغل الانشائي اتحط هنا في الشيفت واسحبه لينك واسحبه سيف. طيب المشروع خلص، باخد الشغل دوت واحطه في فولدرات، نفس الاربع فولدرات دول هيبقوا هنا، بس ده خاص بتشغيل المبنى، وده غالبا ما بيحصلش تعديل في الشكل، بيحصل تعديل في الانفورميشن. يعني نادرا لما بنعدل شكل باب او بنعمل ترحيل للباب او بنغير حاجه، ما دام الشغل سليم وتعمل اسبلت، فالتعديلات غالبا ما بتبقاش في الجيومتري، ما بتبقاش في الشكل، بتبقى في الداتا وفي الانفورميشن. ببدا ادخل الداتا والانفورميشن في قلب الفولدرات ديت، مثلا حصل تعديل لتواريخ صيانه، تعديل لمعلومات معينه، كتابات معينه، ببدا اعملها ونبدا نمشي في نفس الاربع فولدرات. بيبقى عندي ورك ان بروجرس وشيرد وببلش واركايف. تمام، الورك ان بروجرس بيبدا ينظم لي المفاد بتاعتي، بيقول لي ان انت بتحط في قلب الفريم، بتحط اسم المشروع وتحط رقم المشروع وتحط رمز من دول. الرموز دي عباره عن ايه؟ هي مش لازم تحفظها، بس هو رمز مثلا الملف ده او المشروع دوت خارج عشان ايشيو فور انفورميشن، محتاج معلومات، ايشيو فور ريفيو عشان مراجعه، ايشيو فور كوستنج او تندر. الهدف من ان انت تخرج المشروع ده ايه؟ تمام؟ والببلش بتعمل بقى ايه لو ايشيو فور كونستراكشن. الحاجات دي يعني مش ملزمه لينا، بس هو بيعملوا الموضوع ده في بريطانيا لما تيجي تبعته للبلديه او تبعته للمحافظه عشان تاخد موافقه على الملفات دي، فبتحط الرمز الحاجات دي. طيب الجزء ده مهم جدا، وده موجود في اكواد كتيره، لكن باختلاف، يعني في كل كود ما بتلاقيش نفس الحروف ديت، بتلاقي اختلافات. تمام؟ طيب هنا بيقول لي ايه؟ ده طريقه تسميه الملف، هتسميه بالاسم دوت، اول حرفين البروجكت لوكيشن. في اماكن ثانيه بيقول لي اكتب اسم الاونر، اسم المالك المشروع. تمام؟ وكل حاجه بيقول لك ليها حرفين. انت بقى لما تتعود على الكود البريطاني، مجرد تبص على الشكل دوت، كده انت عرفت المشروع فين، كده انت عرفت مين العامل المشروع، كده انت عرفت الكفر مور ذات كفر، ده المكان، الفوليوم، ممكن تحط مثلا الليفل ال جي، ده انت كده ده اللور جراوند، وهنا ده الايه اللي هو خاص بالاركتكشر. ده الملف ده معمول عشان يعمل الكلاشات، هنا رقم الملف. تمام، هنا واحد تاني حاطط لي مثلا بروجكت لوكيشن اهوت، والسي اي ده خاص بالاورجنايزيتور، الشركه اللي عامله الملف مثلا. هنا الفوليوم، ممكن في مره من المرات ما يكونش في فوليوم، او المشروع بتاعي مش متقسم لاجزاء، يعني ممكن يكون المشروع بتاعي متقسم لخمس ست اجزاء، فبتسهل على نفسك تكتب الرقم، لو مش متقسم بتخليها ممكن تشيلها خالص. تمام، دي طريقه تسميه. في ناس ثانيه بتسمي باسامي ثانيه مختلفه، او بتسمي بطريقه تسميه مختلفه. يعني احنا عندنا مثلا في المشروع اللي شغال فيه، ببدا باسم اسم المشروع، وبعد كده اسم الناس اللي عامله الملف نفسه. يعني لو انا شغال في شركه مثلا اسمها اكس، لازم احط اكس، شغال في شركه واي بحط اسم واي، عشان يبقى عارفين مين الشركه اللي عامله الملف دوت. وبعد كده تكتب مثلا كم معماري او انشائي، وبعد كده تكتب الهدف منه، هل هو مثلا 3 دي او 4 دي. فطريقه التسميه بتختلف، بس ما ينفعش مشروع يكون في طريقتين للتسميه، لا، يا اما تختار الاسلوب ده يا اما تختار الاسلوب دوت. على اساس تبقى سهل ان انا اول ما اشوف الملف اعرف كل المعلومات عنه من الاسم من غير ما افتحه، ما اضطرش افتح 20 ملف عشان اوصل للملف اللي انا عايزه. يعني ما ينفعش نقول ايه؟
اقل حاجه عندنا ايه؟ بيزمن 3 هنسميه 01، وبيزمن 2 02 وهكذا. لا ده غلط، لازم تكتب ايه؟ بي 3 بي 2 بي 1، وبعد كده تخش مثلا في لور جراوند ال جي جراوند جي ار. فانا كده عرفت الدور من قبل ما افتح ملف. فهو هنا بيقول لي بقى الورك ان بروجريس، انت شغال هنا تاخد كوبي وتحطها في الشير. ورك ان بروجريس انت شغال حاططها في الشير، والشير ده تتحول لينكات عندك في الورك ان بروجريس. تمام؟ هنا بقى بيقول لك كل مرحله من المراحل زي ما انت شايف. البريف بترسم حاجه بسيطه خالص، الكونسبت بتبدا بقى تحط مثلا شكل معين بسيط، الديفينيشن تخش تفصيل، الديزاين بتبدا تحط بقى ايه المواسير والبايب والحاجات دي كلها، الهاند اوفر لما تخلص المشروع تكون في كل حاجه سليمه، الاوبريشن هو نفس الهاند اوفر ممكن بس بتضيف بعض المعلومات الاكثر. دي نفس الخريطة زي ما بقول لك، دي من أهم الخرائط اللي موجودة، لما بتفهمها بيبقى سهل جدا تفهم المشروع كله. هنا بقى بيتكلم عن الاختصارات، ايه هو ال 2 دي، اللوح ال 2 دي دروينج بتطلع من الموديل، اكستراكت فروم موديل، ال 2 دي موديل، ال 3 دي موديل، ال 3 دي فيجواليزيشن، عملت 3 دي ولازم منه ان انت تاخد منه ريندر وتعمل شكل كويس. الاسبلت اللي احنا قلنا عليه، بعد ما بخلص شغل باخد اشوف ايه الاختلافات او ايه الاخطاء او ايه الحاجات اللي اتعدلت وابدا احطها عندي. تمام؟ ايه هو البيم؟ عندي حاجه اسمها بيم وبعديها ام، اللي هي بيلدينج انفورميشن مانجمنت، اللي هو البيم اداره البيم، بيلدينج انفورميشن موديلنج اند مانجمنت. بيم فيور يعني برنامج بيخليني اقدر اشوف المشروع من غير ما اعدل، زي في نفس وركس، في نسخه اسمها نفس وركس 3 تقدر تبص على المشروع وتشوف، في سوليبري، في نافيجيتور، في كذا برنامج معمول لمجرد الفيو ما بتعدلش. كات فيور، في برامج زي الادوب بي دي اف ممكن تفتح عليها الحاجات تشوفها، في دي دبليو اف، يعني في حاجات تقدر تفتح الملف تشوف بس. الكوماند داتا انفايرمنت اتكلمنا عنه اكثر من مره، ملف الكوبي. تمام؟ الليرات اللي هي معروفه، في حاجه اسمها لين. لين دي اسلوب من اساليب الاداره، بيقول لك اي حاجه ما بتحققش القيمه في الاخر الغيها، فبيعمل توفير او ازاله لاي حشو او اي مهمه او اي تاسك بيتعمل ملوش اي لازمه، بيبدا يدرس المشروع ويشوف لو في حاجه ملهاش اي لازمه بيبدا يشيل. طيب قبل ما نخش على كود تاني، هل في اي حاجه مش واضحه في الكود دوت؟ الو باشمهندس عبد القادر، الو اتفضل. اتفضل يا ريت. قلت لك مش سؤال، انت سالتني قلت لك استاذ استاذ ايوه مع حضرتك. ايه شكل قبل في ال وش انت قادر. خلاص السؤال ايه؟ طيب راح السؤال، راح نروح نتورك عندك. ما فيش مشكلة. لا ما عندك العربية، حبيت تقصي فازي قولي راح لك. لا الخطوة مش هذه الكونسيرن اون ما نقدرش نشوفها في داخل، نشوف الفوطو هذه وشنو الصورة اللي كانت قبل؟ ايه اللي كانت قبل أستاذ عمر، اللي كان وشنو باوربوينت اللي كان فاتحه قبل ولا وشنو؟ أيوة. وشنو العنوان؟ الباوربوينت. آخر نقطة. إيه. النقطة. وشنو باوربوينت؟ باوربوينت بس وشنو العنوان تاعها؟ الباوربوينت، أوكي الباوربوينت هو. آخر نقطة إحنا اتكلمنا فيها كانت أني نقطة طيب؟
تحوش من وحدة فيهم. مانيش حاسها. هو عبد القادر عنده مشكلة، يحب يشوف صورة باش تجيه الفكرة. شو يقول الذاكرة البصرية هذي؟ ديت الأخيرة 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 الأخيرة. حاضر، آخر حاجة هي صح. سا سا بارل دو كوا؟ واش كان واش حكى فيها اكزاكتومون؟ ال ما نقدرش حتى نشوف لا فوتو. خلاص قولي له صايف الباور بوينت ولا في البي دي اف؟ واش منها اي واش من وحده؟ اخر نقطه اشرحها ولا اخر نقطه في الباور بوينت؟ في الباور بوينت اخر وحده في الباور بوينت هذه اللي كان يحكي على تاع تاع لو كليون كامل. ايه ثاني خرجت لك، خرجت لو بارتاج. لا أستاذ ماشي هذه أخيرة جا. الأخيرة معايا دي لا سيلت بلاد أنا نكود ما لا فهمتي ليش منها لا دغنيغ لك شافي على التي يدخلها لا فهمت أنها لو يحمس عليها طيب لبنى طيب هذه هي ديت لا مش هذه هي دي احنا ما يعني ما كانتش عنها هنا نفس الكلام اللي فات هي دي عبارة عن ان انا عشان اعمل اي اي ار لازم اكون محترم الاسيت انفورميشن ريكويرمنت واكون محترم الاورجنايزيشن انفورميشن ريكويرمنت اللي هو الاو اي ار لكل الحاجات دي انت يعني بنمشي بقى خطوات معينه ان انا ببقى عارف ايه هي الحاجات اللي ينفع اقبلها او ما اقبلهاش في الاي اي ار. الاي اي ار استاذ ايوه قلنا في عندما يكون انجاز مثلا درنا مثال تاع مستشفى وقلنا وقلنا باللي ما يكونش مخدوم المستشفى مش مخدوم بالبيم ومن بعدها المالك يتصل بالبيم مانجر بالبيم يقول له استدير باش يعاود له يكون عنده مثلا يكون عنده ملفات وكل شيء يعاود له البيم تاع هذاك عن طريق الملفات اللي عنده. انت قصدك لو المالك عايز يعمل بيم والمبنى موجود بس هو ما عندوش لوحه توكاد. هو لو عنده لوحه توكاد هنشتغل عليه، لو ما عندهوش هنضطر نعمل ليزر سكان. تمام. الليزر سكان مشكلته فوق السيلينج، يعني هو غالي اولا. استاذ ليزر سكان يعني اباراي، يعني اباراي انا ما جهاز معناه تحطه مثلا في اي وضع في ماك يعطيك الصوره تاع واش كاين وراء الجدران. هو بيعمل اشعه عامله زي الوطواط كده بتصطدم بالحيطه وترجع ويديني الشكل كله على هيئه بوينت نقط، فانا بعد كده بحول النقط دي لحيطه او لباب او لشباك. هو بيديني كل نقط عندي ملايين البوينتس. تمام. عندي ملايين البوينتس في كل مكان، فانا ببدا احدد هنا مثلا حيطه هنا كذا ببقى عارف بالظبط في مكان الحيطه. لكن استاذ كيف يميز بين مثلا هذه مثلا نقولوا باللي حاجه كهرباء و هو الطبيعي الطبيعي ان هو مش بيميز. الطبيعي هو بيعرف كله كانه بوينت. انا اللي بميز، انا اللي بقعد اعمل سيلكت على الحاجه واحدد اذا كانت دي بايب ولا حيطه ولا كذا. هو بيعمل لي بس بوينت بدرجه كبيره جدا من الدقه. تمام. كوم سي احنا نديرو لو غولفي، احنا اولي دو فير لو غولفي هذاك بالمتر يديرو باللازر ابخي انت تشيماتيزي. قال من النقطه هذه النقطه هذه كاين حيط هنا حيط هنا، من النقطه هذه كاين فنات وهي رايحه
C'est comme ça, c'est quelque chose. باش حاب يقول لك كي ما يكونش عندنا الاوتوكاد اون في الغولفي نرسموا الاوتوكاد هذاك ونخدموا عليه. تفضل استاذ. طيب ده كود يعني، ده يعتبر خاص بالاوتوكاد بس برضه الناس بتهتم بيه، او يعني مهم جدا لو احنا عايزين نظبط اسامي الاقراءات والحاجات دي كلها، فاحنا هنعدي عليه سريعا. ده اللي هو البي اس 1192 الجزء الاول اللي هو صدر في 2007. تمام، ده بقى بيحدد اول حاجه الكومن داتا انفايرمنت اللي هو الشكل دوت، تمام، اللي هو الورك ان بروجريس والشيرد والبابلش والاركايف بالشكل دوت. ودي بقى الاختصارات لو انت هتبعت الحاجه دي للمراجعه او تبعتها عشان تاخد ابروفال او الحاجات ديت. وبعد كده بيتكلم بقى في بعض الليارات، في بعض الاسمي، طريقه تسميه الملف مثلا. هو بيقول لك سمي كذا جزء، هتسمي اسم المشروع واسم اللي عامل الحاجه والفوليوم، حط لك بين قوسين لانها ممكن تكون متقسمه او مش متقسمه، ليفل اوف لوكيشن، التايب، الرول، كلاسيفيكيشن، النمبر، وهكذا. ويبدا يديك امثله عليها، طريقه تسميه الحاجه، تمام، اسم المشروع، اسم الاورجنايز، يعني هيبقى المشروع بي ار او بي ار 1 شرطه، اكس واي زد شرطه، 01 شرطه، الليفل اوف لوكيشن شرطه، وهكذا لحد ما تعمل اسم المشروع بالظبط. وبيبدا بقى يقول لك مثلا ايه المعماري هي في كذا، مثلا ده اللوحه لو هي ملف انيميشن هيبقى ايه اف، لو هو سي ام هيبقى كومبايند موديل، اللي هو 2 دي هيبقى دي ار. خلي بالك هنا هو مسميها ايه، دي ار ده 2 دي، تمام. بعد كده عشان يسهلوا على نفسهم قال لك طب ما بدل ما الناس تلوت تسميها ايه 2 دي، هنا ال 2 دي موديل مسميها ام 2. بعد كده في الاكواد اللي بعد كده سموها ايه 2 ام و3 ام، تمام. فلما انت تبقى شغال في الاختصارات وتعودت عليها، مجرد تشوف الملف تعرف ده ايه. هنا فايل تايب الملف دوت، هل هو بيلف كوانتيتي هيبقى بي كيو، كالكوليشن هيبقى سي اي، وهكذا. دي كلها اختصارات. الرول هنا ايه، بعد كده في اكواد ثانيه يقول لك ايه ار. لو انت شغال والزام ان انت تشتغل بالكود بي اس 1192 الجزء الاول، لازم تلتزم بالاختصارات دي، ان الاي اركتكت، السيفل انجينير هيبقى سي، وهكذا. فدي الطريقه مثلا من طريقه طرق التسميات، تمام. طيب تعال نشوف بقى الكود المصري، هو تقريبا الكود العربي الوحيد اللي موجود، فهو معمول بالانجليزي. اهوت ان اريبيا، اهو ده الكود اهوت. ده صدر في ابريل 2020، تمام. هو قال لك اهو يتم العمل تجربه بالكود ولا كنا ملزما الا بعد تحديثه، لان الكود ده مش الزامي. امتى يكون الزامي؟ لما يصدر قرار من وزير الاسكان او يصدر قرار من شخص مسؤول زي رئيس الجمهوريه، رئيس الوزراء، وهكذا، بان الحاجه دي الزام، تمام. هنلاقي في تعريفات كتيره، تمام، زي كده مثلا اي اي ام اسيت انفورميشن موديل، الموديل اللي بنشتغل عليه بعد ما بنكون عملنا الاسبلت. اسيت انفورميشن ريكويرمنت، المعلومات المطلوبه عشان ندخلها في الموديل. بيم اكشن بلان اتكلمنا عنها، بيم مانجمنت بلان خطه اداره البيم، الكاد كمبيوتر اي ديزاينر او درافت مان، السي دي اي كومن داتا انفايرمنت، ملف الكوبي، الاي اي ار، الاي او ال اي ام، ال او دي، اي اف سي، وهكذا. طيب هنا بقى بيدخل بقى في موضوع تعريف البيم، السكوب اوف بيم، يعني البيم هيبقى مسؤول عن ايه. بيقول لك ان هو من اول المشروع لحد ما تسلم المشروع خالص والمبنى يكون عايز ايه يتهد. الدايمنشن بيقول لي انا عندي كذا دايمنشن، بيقول لي البيم عندي في ليفل 0 وليفل 1 وليفل 2 وليفل 3. ليفل 0 احنا مش شغالين بيم خالص، شغالين كاد. ليفل 2 في حاجات 2 دي و3 دي، ليفل 2 ليفل 1 2 في حاجات 2 دي و3 دي، ليفل 2 الناس كلها شغاله بيم ومظبوط. الليفل 3 لسه محدش وصل له، بس هو غالبا هيبقى برنامج واحد بيشتغل كله، وبيشتغل من خلال الانترنت، وفي انتجريتد في المشروع، واغلب الناس شغاله بالاي اف سي. هنا بيقول اهم استخدامات البيم،
بيذكرها بقى، يقول لك مثلا ان في باراماتيك داتا في موضوع التايم اللي هو الفور دي، الكوست 5 دي، الانرجي اند سستينابيلتي اللي هو 6 دي، الفاسيلتي مانجمنت. هنا الريكويرمنت عشان نبدا نطبق البيم لازم يكون عندي كومن داتا انفايرمنت، فبيشرح ايه هو الورك ان بروجريس، الشير، الببلش اللي هي الصوره ديت بالشكل دوت، الفولدر اللي حاطط فيه الحاجات، تقسيمات البيم، اكزامبل اوف ستيت كود. انت بقى بتقول مثلا الكود ده معمول عشان الكوردينيشن، هتكتب بس كده ام 150، فهو خلاص بقى بتعود تعرف ان ام 150 ده عشان الكوردينيشن. لو انت بعته عشان بيتوافق عليه فهتقول له موديل ايشو فور ابروفال، يبقى ام 250. الاسبلت موديل هيبقى اسمه ام 500. تمام، دي تسميات مختلفه شويه عن التسميات اللي هناك، بس هي تقريبا ماشيه بنفس الكونسبت يعني. تمام، هنا بقى بيقول لك ايه هو ال ال او دي 100 او ال 200 وال 300 وال 350 وال 400 وال 500 وال 600 موجودين، بس زي ما قلنا مش موجوده في الاكواد اللي هي الامريكيه والبريطانيه. تمام، ده ليفل اوف ديفلوبمنت ال 100 بالشكل دوت، ال 200 في تفاصيل، ال 300، 350، 400، 500، 600. ديجيتال فابريكيشن احنا قلنا ان هو بيجهز الحاجه ان هي تروح تصنع وتبقى جاهزه وتتركب جاهزه. الحاجات اللي ممكن تتسلم ممكن حاجات هاردوير او سوفت وير، حاجات مطبوعه او حاجات على الكمبيوتر. ده السكيماتيك ديزاين فيس، بيتكلم بقى في كل مرحله ايه الحاجه اللي احنا هنهتم بيها وايه الناس اللي يعني مثلا هنا مثلا في الديتيل ديزاين هيكون عندي اركتكشر موديل وسيفي موديل وام بي موديل وستراكشر. في الاناليسيس فيسز هيبقى فيها ايه الحاجات اللي احنا هنهتم بيها. في الكلوز اوت ايه الحاجات اللي احنا هنهتم بيها. تمام، في كل مرحله ايه الحاجات اللي مسؤول منك او من كل واحد ايه اللي المفروض ان هو يعمله. يعني مثلا المالك في اول مرحله مطلوب منه ان هو يقول ايه الحاجات اللي عايزها في الاي اي ار. تمام، لو عنده تعديلات معينه هيحطها في السكيماتيك، هيراجع الديزاين ويعمل ابروفال في مرحله الديتيل ديزاين. المعماري هو اللي هيصمم الموديل الاساسي في الكونسبشوال، وبعد كده هيبدا يطور. تمام، دي نفس الصوره اللي كانت موجوده الاي اي ار. تمام، هتكون موجوده مع الاي اي ار واحنا بنحط الاي اي ار. عندنا او اي ار واي اي ار واي اي ار، الحاجات بتاعت المنظمه لازم ناخدها في الاعتبار وناخد الاست انفورميشن ريكويرمنت لما بنكون بنحط الامبلوير انفورميشن ريكويرمنت. وانا بيقول لك ازاي هنتبادل المعلومات، لازم نكون محددين خطوات تبادل المعلومات. اللاست انفورميشن موديل دي العلاقه بين الاي اي ام اللي هو الملف اللي هيكون موجود في الاخر بالريبورتنج سيستم والاسيد، هتبدا تربطه بالانظمه اللي موجوده بحيث ان هم يستفادوا من البيم موديل اللي موجود معاك. ويتكلم بقى على البيم اكشن بلان، ايه هي وهتعمل ازاي وايه الحاجات اللي انت لازم تحطها. على سبيل المثال لازم تحط معلومات المشروع والكي بروجكت كونتاكت، اهم ناس موجوده في المشروع، وطريقه تبادل المشروع والريسبونسابيلتي ماتريكس كل واحد مسؤول عن ايه، والموديل ستراكشر وطريقه التسميات. كل الحاجات ديت لازم تكون محطوطه في البيم انستتيوشن بلان. هنا البروسيس اللي هتتم، فبتبدا بقى تحط كذا بروسيس. الكود الامريكي واخد الحاجات دي بقى ايه راغي فيها. الكود الامريكي تقريبا، او مش الكود الامريكي، مش فاكر اسمه الناشونال، الكود العالمي كانوا مسمينه كده بس هو طالع من امريكا. كل واحده من دول بقى عمل لها صفحه تقريبا وصلت 950 صفحه. ادق التفاصيل، يقعد يقول لك البروجكت سكادول هتعمله ازاي وتاخد المعلومات فين وتوديها فين والحاجات دي كلها. غارق في المعلومات لدرجه الملل. تمام، اللي هو الكود الامريكي، انا ما اقدرش اتكلم في الكود المصري. هنا اسامبل اوف بروجكت انفورميشن، تبدا بقى تكتب التفاصيل بتاع المشروع ومراحل المشروع. هنا مثلا استخدامات المشروع في مرحله البلان، ايه اهم النقط اللي احنا بنركز عليها. في مرحله الديزاين ايه اهم النقط اللي احنا بنركز عليها. البلان بتهتم بالبروجرامنج، مش فكره برمجه، فكره
تفكير في المشروع او هيتعمل ازاي، سايت اناليسيس بنبدا نعمل تحليل المشروع، 3 دي سيفتي ولوجيستيك بلاننج، الحاجات هتتحط فين، مثلا المكان اللي بنخزن فيه الاكيوبمنت هنحطها فين، المكان اللي هيقعد فيه المهندسين هيبقى فين. في مرحله الديزاين بنبدا نركز على الكوردينيشن والاناليسيس، الكونستراكشن بنبدا نركز بقى على موضوع الكوردينيشن اكتر، الاوبريشن بنبدا نركز على الاسيت مانجمنت هكذا. ده بيتكلم عن الاجتماعات، كل اجتماع هيبقى نوعه ايه وفي اللي هيتناقش والحاجات دي كلها. تمام. طيب الكواليتي كنترول برضه بيقول لك كذا، في كذا طريقه عشان تتاكد ان المود بتاعك سليم، في ان انت تعمل تشيك على الاسامي، على الترتيب، على التنظيم، على الشكل، الكود، المشاكل. تمام. ده مثلا طريقه من انواع التسميه، بيقول لك اكتب البروجكت نيم الاول واكتب الديسيبلين كود. تمام. السوفت وير فيرجن ديزاينر اكتب شغال بريفت كام، هنا مثلا شغال بريفت 14، الريفرنس داتا. تمام. فهنا مختلف شويه في طريقه التسميه عن الكود البريطاني. تمام. الشيت بتبدا تديله تسميه معينه بحيث ان انت تفهم، مثلا اول ما تلاقي 0300 يبقى ده سكشن، 0500 ديتيل. فلما بتبقى موحده ده الناس الافاضل اللي شاركوا في موضوع الكود. تمام. فدي ده مثلا مثال للكود المصري مثلا. تمام. هل في اي مشاكل او اي اسئله في الاكواد؟ ما في مشكلة. هو الموضوع كله ان احنا بنتفق على حاجة معينة بحيث كلنا نشتغل بيها. باشمهندس ليا؟ مو في مشكلة، ما في. تمام. انا عايز بقى ايه الناس تعمل الجزء اللي احنا اتفقنا عليه المرة اللي فاتت، اللي هو تتخيل اي اي ار حتى لو مش بنفس التنسيق، وتتخيل بيمكشن بلان باي شكل من الاشكال، ونبدا نشوفه مع بعض ان شاء الله. يعني حتى ابعتوه على الجروب ونبدا نشوفه ونناقشه، ولو في اي ملف انا شاركته او نسيت ان انا احطه على الجروب الناس تنبهنا عشان ابدا ارفعه ان شاء الله، او حتى ابعته للبشمهندس لبنى وهي ترفعه لكم باذن الله. تمام. طيب استاذ عمر. ايوه. انا كنت رايح نحكي لك، اعطي لهم هوم ورك، عارفه انهم يراجعوا دائما. جيت في الوقت يعني. اعطيهم هوم ورك وخليهم يجربوا. تخيل مشروع، وحتى مش لازم بشكل منظم، جرب بس افكار حتى لو بخط اليد، بحيث الواحد يتدرب كده اثناء اليوم ان هو يتخيل ان هو عايز يعمل مشروع. فهنعمل ايه؟ اول حاجه لازم نعملها الاي اي ار. طيب عملنا الاي اي ار، هل هي نمشي عليها على طول؟ لا، لازم نشوف الاو اي ار والاي اي ار، الاو اي ار اللي هي الشغل بتاع المنظمه، والاي اي ار اللي هو الحاجات بتاعت الفاسيلتي مانجمنت والاسيت انفورميشن مانجمنت، الحاجات دي لازم نحطها الريكويرمنت بتاعتهم معانا في الموضوع. لو تخالفت مع المالك لازم نقنع المالك ان الحاجه دي مش هتنفع تتعمل، وهتبقى مخالفه للقانون. بعد كده بناخد الكلام دوت نظبطه في البيمشن بلان، ونبدا نتفق اني كود. زي ما شفت، لو اخترت الكود المصري هتسمي بشكل معين، لو اخترت الكود الامريكي هتسمي بشكل معين، الكود البريطاني بشكل مختلف، فكل حاجه لها تسميه مختلفه. فلازم نتفق على طريقه التسميه او اي كود اللي هنشتغل بيه. وبنبدا بقى نشوف التواريخ، التواريخ مهمه جدا. يعني هتسلم الحاجه دي امتى؟ هسلمها لك، بس امتى؟ متى سوف تسلم لي هذه الملفات؟ لازم يكون في تاريخ واضح بينا نتفق عليه، علشان ما يبقاش ايه هسلمك خلال سنتين، لا اديني مثلا اول مره بعد شهرين، بعد 3 شهور، في يوم كذا، بحيث لو ما سلمتنيش ابدا اتكلم معاك واقول لك ان انت هتاخر وفي مثلا تاخير، وقد يكون في غرامات لو انت ما سلمتش في الميعاد. تمام. يعني قد يكون في خصومات او في حاجات زي كده، ودي غالبا بتتكتب في العقد مش في الميموشن بليه، ان لو في حصل تاخير او في اي مشاكل هيبقى في خصومات وحاجات زي كده. تمام. اوكي. تمام. طيب.
لو في اي ملحوظات او في عايزين اي حاجه مثلا نركز عليها في الفتره اللي جايه ديت، احنا عندنا المرونه والفلكسبيليتي ان احنا نعدل في الجدول للحاجه اللي انتوا عايزينها والحاجه اللي تناسبكم. تمام. ممكن مثلا نركز مثلا على البيم امبلمنتيشن، لو حد عايز يشوف ازاي نطبق البيم في الشركه، ونتخيل شركه كده ونبدا نفكر فيها مع بعض ازاي شركه تتحول من الكاد للبيم، ازاي نبدا نقيم الشركه ديت، وازاي نبدا نديها ملحوظات، وازاي نشوف ايه المشاكل اللي عندهم ونبدا نعدل فيها ان شاء الله. ان شاء الله. تمام، جزاكم الله كل خير، ولو في اي مشاكل موجودين على الجروب ونبدا نتواصل باذن الله. ان شاء الله. شكرا شكرا لك. شكرا لحضرتك. الله يكرمك. السلام. السلام.